بهدف استقطاب أصحاب الأفكار الريادية وحثهم على توظيف التقنيات الحديثة للتخفيف من البطالة عند الشباب، نظمت شركة إنتل العالمية مسابقة تحدي البطالة في الأردن. المبادرة بحد ذاتها اللي هي لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال من خلال توفيق، يعني نعطيهم فرصة للعمل على مشاكل في الواقع تبعهم أو من الواقع اللي بيواجهوه في مجتمعهم. فلما بتعطيهم هذا نوع من التحدي، أوكي، بيفوتوا ببرنامج اللي هو زي ideation camp اللي هو توليد الأفكار، ومن ثم تحويل هاي الأفكار إلى مشاريع ريادية اللي قد تعود بالنفع على المجتمع تبعهم وتحل التشالنج أو المشكلة اللي بتواجههم. المسابقة التي نظمت بالتعاون مع مركز الملكة رانيا للريادة استطاعت استقطاب شريحة واسعة من الشباب الأردني الذين قدموا أفكارا لمشاريع من شأنها رفض السوق المحلية بفرص عمل نوعية. برنامج هذا طبعا طبق بالأردن لأول مرة، وأول مرة يطبق بالعالم، فكانت الفكرة أنه يتم تنفيذ البرنامج بالأردن بناء على التجربة هاي، يتاخذ البرنامج ويطبق بدول أخرى. هلا حاليا يطبق بالهند، بالولايات المتحدة، وبإيرلندا. هلا وصلنا مع الطلاب باستخدام السوشيال ميديا، يعني مثلا أدوات زي الفيسبوك. طبعا زرنا الجامعات، وزعنا مواد ترويجية، بوسترز بالجامعات. المشاركة كانت ممتازة، اخترنا أفضل 25 مشروع، وأفضل 25 مشروع راحوا حضروا برنامجين تدريبيين. أهم معيار هو إمكانية المشروع في خلق فرص عمل، كون الأردن يعاني من بطالة مرتفعة في معدل 12% و24% بين الشباب، فهي نسبة مرتفعة جدا. فكان أكثر تركيزنا على المشاريع التي تخلق فرص عمل، وأيضا طبعا تتعامل مع العامل التكنولوجي، كوننا مدعومين من أو هذه المشاريع مدعومة من شركة إنتل. بحضور الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة مدينة الحسن العلمية والجمعية العلمية الملكية، تم إعلان الفريق الفائز في المسابقة، وهو مشروع كل شي ميديا الذي هدف إلى تطوير منصة تمكن الفنانين الشباب من عرض مواهبهم للجمهور وربطهم بالمؤسسات والشركات المتخصصة. بصراحة مش كتير كنا متوقعين النجاح، بس دائما الأمل هو اللي بيقود الواحد إنه يخلص الإشي اللي هو بيعمله أو يمشي فيه، لأنه كتير من الأوقات واجهنا صعوبات، واجهنا مشاكل، ويعني حسينا إنه هاي الفكرة خاصة هون بالأردن بما إنه بيئة مش كتير خصبة للمواهب، حسينا إنه هذا الإشي ممكن أو الفكرة ممكن تموت، لكن الحمد لله كان في كثير ناس أشخاص حوالينا دعمونا، والحمد لله يعني مشينا بالفكرة، ويعني هاي ثمار الفكرة، يعني فزنا بالجائزة اليوم الحمد لله. الفريق الفائز سيحظى برحلة إلى كاليفورنيا للاطلاع على نماذج مختلفة للريادة الاجتماعية والتقنية، كما سيحظى بفرصة لعرض المشروع في مسابقة إنتل العالمية التي ستقام في تشرين الثاني من العام الحالي. هلا المشروع لازم ينعمل لونش للويب سايت نفسه، فإنه that's gonna take about 3 months after we get the funding. المشروع كتير هائل وبده كتير شغل، فهذا اللي بدنا نعمله. هاي that's our next step. مبادرة شركة إنتل للريادة هي مبادرة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي بريادة الأعمال والتحفيز على الإبداع وتسريع عجلة النمو الاقتصادي وبناء بيئة ريادية من خلال برامج تربوية وتدريب عملي لا منهجي. لبرنامج دنيا يا دنيا، إيلين يوسف.